أهلا وسهلا، اسمي حسام عبد المقصود، أنا صيدلي من مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. انضمامي للمؤسسة المصرية الأمريكية وتقديم الخدمة الاجتماعية عمل مهم جدا، كنت حاسس إن أنا لازم أقوم بيه، بيحسسني بشعور بإن أنا بقدم حاجة للمجتمع اللي أنا بستفيد منه واللي أنا بخدم فيه. إحنا هنا هوت كمصريين أمريكان لا نختلف كتير عن المصريين الموجودين في داخل مصر، كلنا عاوزين نساعد، عاوزين نساعد في التنميه الاقتصاديه، عاوزين نساعد في التنميه الصحيه، في التنميه الاجتماعيه، لكن الشراكه مهمه جدا في هذا العمل الخيري. وفي خلال اسابيع من ثوره 25 يناير عملنا اجتماع تحت رعايتنا وبالشراكه مع اكثر من 25 منظمه في جورج تاون يونيفرستي. اللي حصل في مصر واللي حصل في تونس ده شيء طبيعي، شيء بيحس بيه كل انسان في هذه البشرية، العدالة، الديمقراطية، الحرية، دوت اللي احنا عاوزين نشوفه في جميع أنحاء العالم. فاحنا بنشجع كل الناس ان هي الوقت حاليا تشارك سلميا. الوقت ده هو وقتنا والمستقبل ملكنا، كلنا نقدر نغير مستقبلنا.